أجواءنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل مع تحديات سن الثرايا بشعارات أبناء القبائل. انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا التاسع، وهو شوط خاص بالمحليات الأصايل. بداية الجولة الثالثة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك مراسيل اللي قادت المجموعة اللي تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية بمتابعة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. يقدم مراسيل وهي تتقدم بهذا الانطلاق الواضح والباين مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى الهبيبة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يقدم الهبيبة مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات وصول في هذه اللحظات مع رباشة لراشد بن عبد الله راعي الطيره العامري، ياتي بتقدم رباشة على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات من حاف بشعار سعود بن علي بن حمد المحاربي، يقدم تحديات من حاف على مستوى المركز الرابع وخامسا. مشاهدينا متابعينا الكرام تصل الشاهدية بشعار سعيد بن سهيل بن دريوي الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس الطيارة محمد بن سيف بن مبارك الاخير شعار بن حميده، ياتي ايضا بهذا الانطلاق على مستوى المركز السادس. المركز السابع روعه لسالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي، ننطلق على مستوى المركز الثامن واللي تصل في هذه اللحظات. نتابع الطياره حمد بن سالم بن سريم الاكتبي، يتقدم بتحديات الطياره مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات والاسامي القادمه، الاسامي القادمه مع المركز التاسع. المركز التاسع التزام لعبد الله بالطير بسهيل العامري، وعلى مستوى المركز العاشر تقدم في هذه اللحظات من حافة للسعيد بسرور بن سعيد الاكتبي، يقدم هذا الاسم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول مع العشر الأسامي المتقدمة، ولكن لنا عودة، والعودة أحمد إلى المقدمة والصدارة والبداية، ولهبيبة اللي قادت المجموعة، لهبيبة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط بمتابعة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. من يتقدم، من ينطلق بناموس هذا الشوط؟ مراسيل على مستوى المركز الثاني، محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، والثنتين يرن الشوط بتنافس واضح وباين على المقدمه والصداره. نتابع المركز الثالث، ارى التسلل مع الطياره محمد بن سيف بن مبارك الاخيلي، يتقدم ينطلق ايضا بهذا الاداء المتميز على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، وصول وانطلاق لمنحاف لسعود بن علي بن حمد المحاربي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، رباشه راشد بن عبد الله راعي الطيره العامري، وعلى مستوى المركز السادس تصل الشاهينيه لسعيد بن سهيل بن دريوي الاكتبي، يقدم الشاهينيه على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات، الطياره لحمد بن سالم بن سريم الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن، تاتي روعه لسالم بن نايع بن سالم بن شاوي الاغفري، وعلى مستوى المركز التاسع ارى القدوم في هذه اللحظات. نتابع التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز التاسع من حافل السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي، يقدم هذا الاسم
على مستوى المركز التاسع والعاشر الانطلاقات، عاشر التحديات سمحة. مطر بن حمد رعشيج العامري يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك التحديات الحاضرة على المقدمة والتنافس الواضح والباين، ولكن مراسيل، مراسيل من قادة المجموعة، مراسيل من انطلقت بناموس هذا الشوط. محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة يتابع، يتابع مراسيل بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير، وهاري الخوانيج يسيطرون على المقدمة مع المركز الأول، مع المركز الثاني أيضا نتابع هناك، نتابع الهبيبة وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، والثنتين يرن الشوط. شعار بن حميدة قادم على مستوى المركز الثالث، يقدم الطيارة. محمد بن سيب بن مبارك الخيالي مقدما لهذا الاسم مع المركز الثالث، رابع الانطلاقات، رابع التحديات، وصول تقدم وانطلاق وتحديات لمن حافل سعود بن علي بن حمد المحاربي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، مع المركز الخامس شاينية لسعيد بن سهيل بدليوي الاكتبي، سادس الانطلاقات شعار حمد بن سالم مسريم الاكتبي، المركز السابع روعه سالم بن نايع بن شاوي الاغولي، المركز الثامن تصل التزام لعبد الله بن طير بن سهيل العامري، تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات غزلان منصور بن سعيد بن منانة، ومع المركز العاشر، المركز العاشر نختم الندى. وأرى التقدم في هذه اللحظات مع خصة بشعار محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، ونحن نقترب من لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير، صدارة هذا الشوط والمقدمة. وأرى هناك مراسيل، أرى مراسيل من تقود المجموعة منذ البداية، يا الرشوط، يا الرشوط منذ البداية تتقدم، تنطلق بالصدارة بمتابعة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. أهالي الخوانيج هم الأقرب، هم الأقرب لناموس هذا الشوط. ما شاء الله بعدت المسافة، بعدت المسافة في الكيلو المتر الأخير، ولكن بن حميدة، بن حميدة يعني النجوم مع هذا الانطلاق المتميز. محمد بن سيب بن مبارك الخيلي ياتي بتقدم الطياره، ينطلق على مستوى المركز الثاني والقدوم ايضا الاسامي القادمه، ولكن مراسيل، تبعث السلامات للخوانيج بهذا الانطلاق المتميز. قامت راس وتنهي الشوط راس بهذا الاداء المتميز، تنفرد بالصداره مع الكادر، العلوي. حلوة يا بن حلوة من قاد مراسيل بهذا الشوط منذ البداية، قامت راس وانهت الشوط راس. سلام، سلام للخوانيج، سلام، تهانينا لمحمد بن حلوة بهذا الأداء المتميز. محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة قدم مراسيل بناموس هذا الشوط بدون أي منافس على الإطلاق، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت الطيارة محمد بن سيب مبارك الأخيري المركز الثالث. تصل من حافل سعود بن علي بن حمد المحاربي المركز الرابع، سمحة لمطر بن حمد رعشيج العامري، خامس الانطلاقات خصة بشعار محمد بن غريب بن راشد الكتب. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مراسيل إلى خط النهاية، 9:25 بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة على فوز مراسيل بالمركز الأول، والسلامات لأهالي الخوانيج. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت الطيارة مع المركز الثاني شعار بن حميدة، 9:25
33 ثانية سبعة أجزاء من الثانية ثانينا لمحمد بن سيف الخيلي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني 9:39 جزئين من الثانية، لحظات الوصول مع خط النهاية. تهانينا والناموس للجميع.